جلسة مساعد الاستقرار أيضا لعضلة الشولدر الكتف والبايسبس والترايسبس والساعد. حاليا لسه راح نبلش بالديلتويد اللي هي الدالة الأمامية. طبعا بهاي المنطقة تحت العضلة اكو شيء اسمه الكيس الزلال أو المخدة المائية. هذا تمر من خلال الأعصاب وتمر من خلال التندو ماسلز اللي هي الأوتار. هذا دائما يكون بالتهاب كابتن بال يعني عند الوعي. حاليا كابتن عنده التهاب هنا أنا بال. هذا كتف ما عندي بيه ألم. أيه. هذا كتف بس بلا وزن اكو ألم داخل المفصل. ايه هذا نفسه اللي هو المخدة المائية. تمام؟ روح فالك. راح اشتغل بيها بس لازم ما اشتغل بقوة هنا لان يتأذى الكيس المخدة المائية. على راحتك. تريد حاجة تقدرين؟ ايه. رخيه كابتن رخيه كلش رخيه رخيه؟ ايه. ما بي ألم؟ لا. اكو ألم من الحديدة. عادي هذا ما جلد بس ترخي حتى لا يتأذى الجلد. ايضا راح تعطي نظارة للجلد تفتح مسامات الجلد. بالضبط كابتن يعني حتى تصير الجلد بيه لمعة. يعني يقول اكو تجديد الخلايا. تجديد الخلايا طبعا هو السكراب يعني هو مبدأ السكراب مبدأ تجديد. وإذا كان تجميلي وإذا كان طبي وإذا كان رياضي. حول له على البايسبس. لا عنده بعد دالية خفيف. دالية خفيف. يلا. هاي رخي. طبعا عضلات الكتف كلش تكون حساسة. فانه ما ينصح به لا اوزان عاليه ولا ضغط عالي باي شيء. اذا احس انه كله ما صار تدفق بالدم ايه؟ انه صار يضخ حتى براسي. باح صار الشرينه؟ كل الشرينه صارت هنا. سنزون نصار على عضلة لشد لشد دعم تعامل ويا عارف عندك بشر بس كابتن ايه هو رجل عالي يعني عندك عضلة بيه دم ولعم وبيه اوتار وبيه اعصاب وبيه عظام وانت تستخدم على حادة. لا لا ده عشان تستخدم سنجر هيك زين لك. لا لا بصابعك بصابع هيك هيك نفس حاجه. اه خارجيه كلت هذا عدات اللي هو تراسي في السربي تفروس تفروس اثنين فوق واحد جوا. ننصح بمساعدة الاستقرار مع الكابتن أرشد في قاعة عبد الرحمن جيم في المنصور. لاعبين كرة القدم، لاعبين المصارعة، لاعبين ملاكمة، لاعبين الجودر. كابتن جدك تأخذ على جلسة المساعدة شاملة؟ كابتن الجلسة تقريبا طولها ساعتين ونص. يكون سعرها 50,000. الله يوفقك إن شاء الله. ونجي من طرفنا وعن قناتنا وعن صفحات التواصل الاجتماعي هم ان شاء الله الى خصم الى خصم ان شاء الله يكون على الكاتب 40 30 واللاعب ما عنده كاتب 10 ان شاء الله ما يخسر كل ان شاء الله. تتوفر ايضا القاعده اجهزه حديثه مثل كاتب يعني اليوم مو بس لاعب رياضي بناء على سامك عنده لاعب متعرض لحادث لاعب عنده عوق ينصحونه الاطباء جلسات العلاج الطبيعي. صحيح كابتن كابتن متوفر عندي اجهزه الالتراساوند اللي هي المدفق الصوتية الأشعة تحت الحمراء الانفراريد التنس يونت اللي هي التحفيز العضلي الامس كومبو اللي هي التحفيز العصبي. تمام كابتن. وهذا شو اسمه الجهاز اللي بيقلوب تعمل شو المستشفيات؟ أشعة تحت الحمراء. أشعة تحت الحمراء بسرعة حول على البايسبس على البايسبس رخي
دمره الاخيار ما دمره الاشرار. سوى منه اشرار دول جمهور. والساعد حتى الساعد حسب نفسه قبل ما جاء مشروب عسك راح يشتغل لان حياته ما تمر ساعه عضلات مستعصيه الساعد الجولف الباكارد راح يحفزه يقول المصحن شد كابتن شد عاش حول عذراع اللغ حول عذراع اللغ أرى سمعت ما حار لا لا ما يسمع لو بدك اسمع ورا ساعتين ورا ساعتين ساعتين اسمع من بيت ما اسمح اليوم ورا ثلاث ايام مناسبة واحدة اسمع ان شاء الله موفق عملت حياتك كابتن علي الله يرحمه مش ايش بدي حال ما حبني ايش اصير هم هيك يعني دائما بس ما هم يصير تصميم هذا مش بدي حال طول بالك طول بالك شاق وياك لا شو هذا عمر اي يا لازمه زينه اهدا متعذب هيك انت ببوكا بالسجن لا يعيشك الاجواء تقارع عليه؟ ليش؟ رامي هوني زمروني يروحون وترى سبسه صغير يخرب بيت عليه. ايه كلها صديقي انت حبيبي حبيب القلب بابا عمود حرام بس ابن عمود يقول هذا الحكي هو ياكل يا لا ما عندي رحمه ما يلا عيوني ان شاء الله رقم الكابتن ارشد راح اخليكم اياه بالفيديو وكل الفيديوهات على التواصل الاجتماعي اللي يحب جلسة علاج طبيعي مساج بالسكرات وكان اول ضحية الكابتن جاسم الطائي نعم الكابتن وصار لنا واهس نعيش التجربة اشتوها والتجربة ان شاء الله حلوة وما تخوف ما يطول هذا كابتن الاحمرار لا لا ما يطول ان شاء الله ما شاء الله كبرت حط رجل ربش فوق الزهر تزيقوم يزهلك موها ما سمع ميبس وصرخة وتبقى العمر انا حاج شون يلزم الحديدة وما جالس لك مني دين ماشي حطا ويدك كلها دين وما جالس لك ايه مصدر علي طول تحرك الأعصاب كله شك شي نايم تتخلص تتخلص لا إرادة زين لا بالفعل تلعب بالإعدادات عاشت يمينك كل الشكر والتقدير للكابتن أرشد والشكر على هاي الجلسة الجميلة وأحلى جماعة للكابتن أرشد وأحلى رماش وإن شاء الله راح نزوره بالقاعة في قاعة الزرخان جيم المنصور وأحلى رماش لكل متابعين الغوالي على التواصل الاجتماعي ارتاح